مرحبا والله يسعدك، لأوقاتكم كل خير. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل البراونيز بالجوز وقطع من السنيكرز. أنا مستخدمة السنيكرز الصغار اللي هم الميني، استخدمت 5 حبات بس. المقادير هقولها وأنا أشتغل. يعني عندي هون نصف كوب زبدة دايبة، أحط عليها 2/3 كوب سكر. هي الوصفة المفروض كوب، بس أنا لأنه حاطة السنيكرز فأفضل دائما أنقص السكر. طبعا هذه نمزجها شوي، ثم ننزل عليها بحبتين البيض. طبعا طرحت قشرة نشيلها. رشة الملح لي تقريبا ربع ملعقة صغيرة زي كده. يس مامي. وات نايس جود. يس مامي. هلا بنحط 1/2 كوباية من الكوكو باودر. الكوكو باودر ننتبه منه لانه هو في منه انواع، اذا كان الخام اللي هو الاسود مرة هذا يطلع طعمه مر شوي. انا عندي هون اليوم غير محلات بس وسط مو دارك. طبعا هذا نمزجه حتى يمتزج الكاكاو. طبعا بعد ما مزجنا الكاكاو كتير منيح بننزل بالطحين اللي هي 1/3 الكوب. خلاص هذا هو وما ياخذ وقت كتير مثل ما شفتوا، نخلطه على الايد بس. هلا انزل عليها بقطع السنيكرز. مثل ما قلت انا مستخدمه 5 صغار. طبعا احطوا الكميه اللي تحبوا، طبعا ممكن نحط المارشميلو، ممكن نحط حي لانه حلا احنا حابين، ممكن الماس، قطع الجالاكسي. ثم 1/2 الملعقة الصغيرة بيكنج باودر، يعني ما نكتر بس شوي، وكان المفروض احطه مع الطحين بس مو مشكلة. هلا راح احط الجوز، بس راح اسيب منه شوي، بس ابغى احطه على الوش لحتى يجي باين. أو اقول لكم خلني احطه كله يجي جوا، كتير يطلع طيب الجوز مع الشوكولاتة، كتير احبه. خلاص هذا هو. هلا نجهز الصينية شوي. اوكي مامي. اوكي انا اليوم مستخدمة ورق الالومنيوم في الطبخ، راح ارش عليه شوي زيت سبراي، او ممكن تدهنوه زبدة، اي شيء انتو حابين. طبعا دايما استخدم ورق الزبدة، بس بما انه اليوم قلت خليني اغير، يعني سبحان الله اوقات ناس ما يتوفر عندهم ورق الزبدة، يفكروا انه خلاص. لو تكون لما تكون عندنا الصينية اللي ما بتلصق عادي، ما نحط ولا شيء. خلاص طبعا هذا نفرده زي كده ونحاول نعمله طبقة واحدة. طبعا هذه الصينية اللي هي 9 انش، هذا القياس اذا حبينا البراوني ما يكون كتير يعني سميك عريض نحط 9 انش، حبيته اعرض نحط قوالب اصغر، صينية اصغر، او نضاعف الكمية على حسب. خلاص هذا هو. هلا في حركة انا احب اعملها لحتى اساوي سطح لحتى اساوي البراونيز اكتر، واللي هي اني اجيب منشفة زي كده لحتى ما اصدع كتير كده واخبط. سوري معلش. راح نلاقي انه ينفرد معانا زيادة وياخد شكل مرتب. خلص هذا راح احطه بالفرن على درجة حرارة 350، ممكن 20 لـ25 دقيقة، بس هي انا بعد 18-15 دقيقة احب اشيك عليه. طبعا هو البراونيز بيكون طري من جوا لما ينطبخه، يعني ما نستنى عليه حتى ينضج تماما، ونرجع ان شاء الله بنشوفه بالاخر.
هذا هو البراونيز. طبعا هذا عملته امبارح، الليل كله هو بالثلاجة. البراونيز لما نحطه بالثلاجة بيقصى، اوكي، على انه هو بيكون طري بعد ما نطلعه بالفرن. انا احب دائما قبل ما اقدم البراوني احطه بالميكرويف لمدة تقريبا بس 10 ثواني لحتى تزل منه البرودة ويرجع له هذا القوام الدبق. فراح احط هذه بالميكرويف ل10 ثواني ثم نزين الصحن. بالنسبة لتزيين الصحن تقدروا تشتغلون بالطريقة اللي انتو حابين. انا جبت عندي هيدا المفرش، اوكي، راح احطه زي كده. ابغى بس شوية علامة زي كده، النقطة هذه اللي بالمفرش، احط شوية كوكو باودر. طبعا ممكن نستخدم نحن المفاريش الورق، بس اللي حلو بهذه البلاستيك انه نقشتها اكبر من المفرش الورق، فبتعطينا شكل احلى، بس ان شاء الله تزبط يعني. اوكي خلاص زي كده، ما في داعي نكتر كتير. طبعا لما نشيل هذا بشوش لحتى ما ينزل كل السكر. اوكي بيطلع معانا الصحن بهذا الشكل. عندي هنا البراوني بعد ما دفيته شوي بالميكروويف زي كده، نحطه مثل ما انتم شايفين لما نلمسه رجع طري معي، ما عاد خاسي مثل الاول. طبعا البراوني كتير طيب بيطلع طعمه مع الايس كريم. بنجيب هنا عندي ايس كريم فانيلا، حطها كده على السطح. ثم اللي يحب شراب الشوكولا شراب الشوكولا، انا عندي هون شراب الكراميل. خلاص زي كده اخر شيء رشة جوز محترمة على السطح كمان على الصحن. خلاص كده بيطلع عندنا شكل الصحن مثل ما انتم شايفين، كتير حلو. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. الله يسعدكم يا رب. ثانك يو، باي باي.